Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini Ma'had Thoriqus Salam Indonesia Kedondong Tulangan Sidoarjo akan menyampaikan tentang Nadzom Hidayatus Subyan. Kita baca bersama-sama, kita ulang bersama-sama, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk menghafalnya. Ini dari Fan Tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salla rabbuna ala nabiyyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa kafit tajwidi nadman hurrira samaituhu hidayatas subyani arju ilahi wa yatarridwani akamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatan tubayyanu idharuni dhaman ma'al gunnati au bighairiha wal qalbu wal ikhfara wa fadhil lada hamzin wa inha'i wal aini thumma al ghaini thumma al kha'i وَاذْكُرْ بِغُنَّةٍ بِيَنْ مُولَى إِذَا كَانَ بِكِلْمَةٍ كَدُنْيَا فَانْبِذَا وَاذْكُرْ بِلَا غُنَّةٍ فِي لَمٍ وَرَى وَالْقَلْبُ عِنْدَ الْبَاءِ مِمَّنْ ذُكِرَ وَأَخْفِيَنَّا عِنْدَ بَكِ الْأَعْرُفِ جُمْلَتُهَا خَمْسَةُ عَشْرٍ فَعَارِفِ سيف ذاتنا كم جدا ساسن كسما دم طيبا زيد في تقن ظالما وغنة قد أوجبها أبدا في الميم والنون إذا ما شددا والميم إن تسكن لدى الباء تختفى نو تصم بالله تلقى الشرفا واذكر مع الغنة عند مثلها وذل لدى باقي الحروف كلها واحرص على الإظهار عند الفاء والواو وذر داعي الإخفاء إذ قوم كل ساكن قد واجب في مثلك قولي إذ هب وقس على هذا سوى واو انتلى ضم الوياء بعد كسر اجتلى في نوع من نوي في يوم لياء أذر والواو من نحو اصبروا وصابروا والتاء في دال وطاء أثبت إذ غمها نحو أجب الدعوة وأمن الطائفة وأذغم أذل في الظائبين بالظالم ودل في التائب لم ترائي ولم هل وبل وكل في الرائي مثل لقد تاب وكل ربكم والكل جاء باتفاق فعلمي وأذيرنا لما تعرف الندى أربعة من بعد عشر توجد في أبي حجاك وخف أقيمة وفي سوى من حروف ندغمة تبس مصر الرحمة تبس دثاني عم دأس أظن زل شريفا للكرم ولما فعل أذيرنا مطلقا فيما سوى لا من وراء كالتقى والتمسوا وقلنا عم وكلنا وذل حرف الحرف كصح أن ما لم يكن مع مثلي وليدغم في مثلي حتما كما تقدم وأعرف التفخيم سبع تحصر في خص ضغط كذب علو تشار قلقلة يجمعها قد بوجد بين لدى وقف وسكن ترشد وأعرف المد ثلاث توصف الواو ثم الياء ثم الآلف وشرط وإسكان واو بعد ضم وسكن ياء بعد كسر ملتزم وآلف من بعد فت وقاء ولفظ نوحي لكل جامع
فإن فقدت بدا فيه السكون ولم يفر مد طبيعي يكن وإن تلاه اللمز في كلمته فواجب متصل كجاءته وإن تلاه وبأخرى اتصل فجائز منفصل كلا إلى وإن يكن ما بعده مشددا فلازم مطول كحاد كذاك كل ساكن تأصل مخففا يكون أو مثقلا ومن ما يأتي فواتح الصور وفي ثمان من حروفها ظهر في كم حصلنا قص أصرها عرف وما سواها فطبئ إلى الألف وإن يكن قد أراد السكون وقفا فعريض كنستعين واختم بحمد الله والصلاة على النبي طيب الصفات والآل والصحب مع السلام أبيتها أربعون بالتمام الحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, mempermudah putra-putri kita dalam menghafalkan nazam tajwid kitab Hidayatus Subyan karya daripada beliau yang mulia. Al-Syekh Sa'id bin Sa'ad Nabhan rahimahullahu taala. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan manfaat dari ilmu beliau. Mudah-mudahan beliau mendapatkan ampunan dari Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.